الأستاذة الدكتورة منى أبو الغار، أستاذ أمراض النساء والتوليد جامعة القاهرة، استشاري العقم وأطفال الأنابيب بالمركز المصري لأطفال الأنابيب، دكتورة أمراض النساء والتوليد جامعة القاهرة، استشاري الموجات الصوتية في أمراض النساء والتوليد، عضو الجمعية الأوروبية للخصوبة والتكاثر، عضو الجمعية الدولية للموجات الصوتية لأمراض النساء والتوليد، عضو الجمعية المصرية للخصوبة. الدكتورة منة الله أبو سرور، مديرة معامل الأجنة في المركز المصري لأطفال الأنابيب، حاصلة على الدراسات العليا في علم الأجنة من جامعة أكسفورد، حاصلة على بكالوريوس علوم قسم أحياء من الجامعة الأمريكية، عضو في الجمعية المصرية للخصوبة والعقم، عضو في الجمعية الأوروبية للخصوبة والتكاثر. أهم خطوة في الحقل المجهري، أنا شايف السؤال ده محتاج إن احنا نفهمه. هل فعلا هناك خطوة يقال لها الأهم في الحقل المجهري، ولا كل خطوة هي في حد ذاتها ما هي أهم خطوة؟ كل خطوة من دول مهمة، يعني التحضير الكويس للمريضة، الاختيار المظبوط للبروتوكول، جرعات الحقن المظبوطة هتؤدي لاستجابة كويسة وعدد بويضات كويس والمفروض جودة بويضات كويسة. كل خطوة مهمة جدا، كل خطوة لازم نهتم بيها قوي. عملية تحضير عينة الزوج مهمة جدا، عملية تقشير البويضات مهمة جدا، عملية الحكم على البويضات وعملية الحقن المجهري مهمة جدا طبعا، اختيار الأجنة في الآخر مهم. يعني ما اقدرش اقول ان في خطوة اهم من التانية، وكلهم خطوات مترتبة على بعض. في هذا التخصص المعمل ما بقاش الجندي المأكول على الإطلاق، بقى الجندي المعلوم. حتى الناس كلها دلوقتي يعني احنا لنا دور في الحكاية دي، احنا بدأنا نفهم ناس قيمة المعمل الإعلام، لكن أكيد لازم الناس تفهم تفاصيل الإكويبمنت، التفاصيل الدقيقة، لأنه المعمل ده نقول عليه معمل ناجح في رأيك لأداء وظيفة أنه يشتغل في أطفال الأنابيب والحقن المجهري. هو طبعا المعمل مهم جدا جدا جدا، وكل حاجه يعني كل تفصيله صغيره في المعمل مهمه، والكواليتي كنترول بتاع المعمل ده من اكتر الحاجات المهمه في شغلنا. دايما لازم نتاكد ان الاكويبمنت شغاله وشغاله كويس وبتؤدي دورها زي ما الاكويبمنت اللي هي المعدات يعني المعدات بتاعه مركز اطفال الانابيب بالظبط. اهمها طبعا الحضانات والميكروسكوبات والمناخ اللي جوه المعمل نفسه مهم جدا، مهم قوي ان انا احافظ على درجه حراره معينه، درجه هيوميديتي معينه، رطوبة معينه جوه المعمل. لازم يكون المعمل ده خالي من اي اتربه او اي شوائب في الجو، حتى الحاجات اللي احنا مش بنشمها ده بيكون اوقات دار للاجنه ودار للبويضات. فاحنا دايما لازم نتاكد في التجديدات، لما بنعمل تجديدات ان احنا نبقى كل حاجه ماشيه تبع الستاندردز العالميه، المواصفات العالميه لمراكز اطفال الانابيب. فده طبعا بيتم من خلال الاجهزه اللي بنجيبها، في اجهزه لتنقيه الهواء، التكييفات نفسها اللي بتتحط جوه معامل اطفال الانابيب لازم تكون بنسب معينه قوي، بنسبه سيركيليشن من جوه المعمل ونسبه هواء نقي من بره بنسب معينه متحدده. كل الأدوات اللي بنستعملها وكل الأجهزة اللي بنستعملها لازم تكون فيها زي ستيج بيبقى معمول في درجة حرارة 37 لازم تتقاس، ولازم يكون في معايرة دايما ودورية للأجهزة بتاعت معمل أطفال الأنابيب عشان نتأكد دايما ان احنا البويضات والأجنة بيبقوا موجودين في أكتر مناخ يبقى صحي ليهم ويساعد على تطورهم. دي اندستري يعني صناعة، ودايما الصناعات الطبية التطور مستمر، يعني مزبوط. يعني اللي كان من سنتين موجود دلوقتي بقى اولد فاشن بتهيألي عندكم، صح كده؟ يعني وده تكلفة طبعا تكلفة فظيعة، طبعا تكلفة فظيعة، بس احنا بنحاول ان احنا دايما نبقى يعني زي ما كنت بقول في الأول state of the art اللي هو أحدث حاجة في أطفال الأنابيب. يعني إحنا جددنا المعمل في الفترة الأخيرة، تجديد المعمل ده بيبتدي من حاجات صغيرة جدا ونفضل نطلع بيها لغاية آخر حاجة والتخلى في كل تفصيلة، يعني الحوائط والأرضيات، التكييفات زي ما كنت بقول لحضرتك، الغازات، شبكة الغازات لازم نتأكد إن شبكة الغازات كويسة جدا، لأن
اي حاجه صغيره هتاثر على جوده الاجنه وبالتالي هتاثر على نسب الحمل بعد كده. فالاجهزه لازم تكون اجهزه جديده. الحضانات طبعا حصل تطور فظيع في الحضانات في الفتره الاخيره. الحضانات كانت زمان تبقى حضانات زي شكل الدولاب يعني بيسموها بوكس انكيوبيتر. دلوقتي الحضانات بقت حاجه اسمها بنش توب انكيوبيتر اللي هو بتبقى متقسمه لكذا تشامبر كذا غرفه بيتحط فيها الاطباق بتاعه الاجنه علشان ما نفضلش نفتح على الاجنه كلها بتاعه كل المرضى اللي عندنا، فنبقى بنفتح على عيانه واحده بس في المره اللي احنا هنجيب الاجنه بتاعتها علشان نفحصها في المعمل يعني. الحضانات ليها قيمه كبيره دلوقتي طبعا جدا جدا رغم تكلفتها، لكن انتوا يعني زي ما بيقولوا لا تتاخرون في ان انتوا تجيبوا افضل شيء في العالم. طبعا طبعا لا طبعا تكلفتها عاليه جدا لان هي كمان التكنولوجيا اللي فيها عاليه جدا. الحضانات دلوقتي بقت يعني دايما متوصله على الكمبيوتر ودايما بتقول لنا نسبه الاكسجين وثاني اكسيد الكربون اللي فيها، لو في مشكله في الغازات اللي جايه لها من بره الحضانه بتعرفنا ان فيها مشكله، بتدي الارم يعني بتدي انذار، جهاز انذار بيطلع وبيتوصل لنا على الموبايل علشان يقدر يقول لنا لو في مشكله في الحضانه فنقدر نلحقها قبل ما تاثر على الاجنه اللي جواها يعني. عندي قضيه مهمه جدا اسمها جوده البويضه وجوده الجنين. القضية دي قيمتها مرتبطة طبعا بشيء بيضايق الستات جدا اللي بنتكلم عنه، معلش اعذروني يعني سن المرض. طبعا للاسف. فمن الناحية العلمية احنا هنقف مع حضرتك من الناحية العلمية قدام كلمة جودة، ماذا تعني الجودة؟ ما البنت او الست جاية رياضية ما شاء الله شكلها مش باين عليه سن خالص خالص، وتكلميها انت عن الجودة. برضه في المعمل الحته دي لها قيمه اللي هي جوده البويضه والجنين. فنحكي الاول ما معنى الجوده؟ زي ما حضرتك قلت هو طبعا مرتبط بالسن. بس الحقيقه الجوده انا ما عنديش تقييم اكلينيكي يعرفني البويضات اللي هتطلع من السيده دي هتبقى جودتها عامله ازاي. في المجمل كده كل ما السيده تبقى اصغر الهرمون المخزون بتاعها يكون افضل، زي ما حضرتك قلت صحتها كويسه في الاغلب البويضات اللي طالعه هتبقى كويسه، لكن عمرنا ما هنقدر نقيمهم غير لما فعلا نسحبهم والمعمل بقى يبص عليهم. فاحيانا بنفوجئ زي ما حضرتك بتقول بتبقى مفاجاه، ممكن تبقى سيده سنها مش كبير مخزونها كويس استجابتها كانت حلوه، وغالبا السيدات دول بيبقى ما فيش سبب واضح لعدم الحمل، تاخر انجاب غير معلوم السبب، كل حاجه ماشيه تمام جدا وتيجي تبص تلاقي البويضات الجوده وحشه قوي. ده طبعا حاجه معمليه، المعمل الشكل بتاع البويضه، منا تتكلم اكتر عن الموضوع ده، شكلها يعني بيبان ان البويضه دي جودتها مش حلوه. السيدات دول مش معناه ان هم ما فيش امل ان يحصل اخصاب او كده، لا في منهم بيحصل لهم اخصاب، لكن يجوز الاجنه اللي بتنتج عن هذه البويضات يعني العدد الاكبر منها ما بيبقاش ذو جوده قوي. نفس الكلام بالنسبه للاجنه، ما حدش يقدر يقول وانا شغاله في برنامج اطفال انابيب وبتابع الطبيب بتاع السيده ما اقدرش اقول لها الاجنه بتاعتك هيطلع شكلها ايه، اجنه درجتها ايه، ممتازه قد ايه، دي حاجه معمليه جدا. لكن برضو بنقدر نتوقع من السن ومن المخزون ان الامور تمشي كويس. هنا التاريخ المرضي بتاع المريضه مهم جدا، يعني بسالها اذا كانت عملت اي تجارب حقن مجهري قبل كده، فبتحكي لي تقول لي ده انا عملت محاوله او اتنين والبويضات قالوا لي انها كانت وحشه جدا وعدد الاجنه اللي اتخصبت قليل، فده بيديني فكره انه واضح ان دي طبيعتها. وللاسف مش دايما بنلاقي تفسير للحكايه دي، وللاسف برضو مفيش علاج يحسن جوده البويضات، يعني لانه زي ما قلت لحضرتك ممكن تبقى مرتبطه بالسن، لكن برضو لقيناها في بعض السيدات الصغيرين انه البويضات جودتها مش حلوه، وطبعا مفيش علاج واضح يحسن الجوده دي. دايما العلاقه لا يعني زي ما بيقولوا دايما العمل الجماعي، ففي حوار مستمر ما بين حضرتك وما بين الدكتور دايما عبر تاكدي لي جوده البويضات، ففي جوده الاجنه الجنين اللي شفتيه تحت الميكروسكوب عامل ازاي. فمن ناحيه المعمل ازاي تحكموا على ان الجنين ده جيد؟ هو انا احب الاول اتكلم عن النقطه اللي حضرتك قلتها ان العمل الجماعي يعني مهم جدا جدا، واحنا الحمد لله يعني ده عندنا ما فيهوش اي مشكله لان احنا على طول بنشوف بعض، على طول بنتكلم، على طول بنمسك ملفات المرضى بنتناقش، لان في حاجات بتكون unexpected يعني حاجات غير متوقعه تحصل.
فبيبقى مهم قوي ان الدكتور واخصائي المعمل يتكلموا مع بعض، يتناقشوا في البويضات زي ما حياتك بتقول. جوده البويضات بيحصل طبعا مفاجات، يعني بيحصل فعلا ممكن تكون سيده صغيره في السن بس البويضات بتاعتها مش كويسه قوي، او واحده ممكن تكون كبيره في السن بويضاتها كويسه جدا، ممكن العدد ما يكونش كتير بس البويضات كويسه. بس احنا مش بنحب برضو نحكم من الاول ان هو ده هيعمل بعد كده حمل ولا لا، لان يعني من الخبره بتاعتنا في ال 36 سنه اللي فاتوا قدرنا نشوف حالات كتيره قوي ممكن تكون البويضات مش كويسه والاجنه كمان بتكون شكلها مش كويس، بس بعد كده في الاخر بيحصل حمل وبتولد طفل سليم وما فيش مشكله خالص. في حاجه بتحصل في الـ لما الاجنه بتتطور، في حاجه بتحصل اسمها اوتو كوركشن يعني او سيلف كوركشن، الجنين بيطور من نفسه. البصل على الجنين تحت الميكروسكوب بتبقى سبجكتيف جدا، يعني بتختلف قوي من شخص للتاني. يعني انا دايما بقول على نفسي انا ستريكت جريدر او تاف جريدر او انا مصححه صعبه، لان انا ببص على الجنين ما بقدرش اقول ان ده جنين درجه اولى غير لو هو ما فيهوش اي حاجه، يعني اكني رسمت صوره وهو ده الجنين المظبوط، وده غالبا مش بيبقى موجود. فانا ممكن احكم على جنين بطريقه، ممكن حد تاني امبريولوجيست اخصائي اجنه غيري يحكم عليه بطريقه تانيه مع ان هو نفس الجنين بالظبط. فانا دايما مش بحب اعتمد قوي على جوده الاجنه، لكن الاهم بالنسبه لي في الاجنه هو التطور بتاعها عامل ازاي. يعني احنا النهارده في اليوم الكام من الحقن المجهري والجنين ده وصل لكام خليه، يعني هو المفروض في اليوم الاول بالليل بيبقى خليتين، في اليوم الثاني بيبقى 4 خلايا، في اليوم الثالث بيبقى 8 خلايا، اليوم الرابع بيبقى من 16 ل 32 او حاجه اسمها ماريلا، واليوم الخامس بيبقى حاجه اسمها بلاستوسيست. انا ده المهم قوي بالنسبه لي، ان انا التطور بتاع الجنين ماشي مع اليوم بتاعه ولا لا، لان ممكن الاقي جنين في اليوم الثاني درجه ثالثه، لكن لما يوصل لحد اليوم الرابع او الخامس يتحول من درجه ثالثه لدرجه ثانيه او درجه اولى. انا بعتقد انه من الصعب جدا ان احنا زي ما بيقولوا نقود منظومة قدها أساطير، صح كده؟ صح. مسؤولية صعبة يعني. وإن كنت ما شاء الله يعني أسماء دلوقتي يعني عالمية، لكن أنا بقول برضو أنه ما زال بالنسبة لي it is a nightmare. حمل جامد جدا جدا أن أنا أجلس على نفس الكرسي. فاحكي لي اولا ضحكتوا ليه لما لان الاداره حاجه صعبه قوي في مصر، ده حقيقي، لان انا قلت كلام صح، ولانه هي حاجه بقى لها سنين طويله، فطبعا لازم بيحصل تطور وتغيير وكده. لكن اولا انا عايزه اقول ان الدكتور ابو الغار والدكتور جمال ابو السرور ربنا يديهم الصحه موجودين معانا وبيشتغلوا وبيجوا وبيشوفوا عيانين، فطبعا وجودهم معانا ده اساسي، لانه بيدونا النصيحه باستمرار وبناخد رايهم في كل حاجه. واحنا متواجدين بقى لنا سنين برضو، يعني انا بشتغل في المركز من سنه 98 والدكتور احمد ابو السرور بعديه بكام سنه، والدكتوره منى برضو معانا بقى لها اكتر من يعني 10-15 سنه. فالحقيقه احنا بقى لنا كتير يعني، فطبعا عرفنا الامور بتمشي ازاي. لكن زي اي حاجه الاداره بتاعتها صعبه، خاصه زي ما حضرتك ذكرت انها كلها حاجات تقنيه عاليه جدا، حاجات اجهزه بنستوردها، اجهزه لازم نتابع الصيانه بتاعتها، ادويه، فطبعا يعني مهمة مش سهلة. لكن احنا يعني اعتقد احنا انا شخصيا حابة جدا ان انا اكون في المكان ده، لاني حسيت ان هو مكان بيقدر يديني الحاجة اللي انا عايز اشتغل فيها، حاجة علمية، حاجة يعني فيها ethics، فيها يعني قيم علمية مظبوطة، فيها أبحاث علمية دقيقة، ودي حاجة تهمني جدا. عشان كده أنا أحب أكون موجودة في المكان ده وأحب أن أنا أدي فيه المجهود بتاعي. يعني الوصول إلى القمة دايما بعديه، لما كنا وصلت للقمة بعديه سؤال صعب جدا، ماذا تحلم أو بماذا تتمنى، ماذا تتوقع، ماذا تنتظر؟ لأنه بعد خلاص أنا وصل إلى قمة الأداء العلمي مع قمم الأداء العلمي موجودين في الشرق الأوسط، طب أنا عايز أعمل إيه بعد كده؟ أنا عايزة أقدر أفضل في القمة، لأن ده حاجة صعبة. يعني أنا بقول دايما إن الواحد يفضل على النجاح اللي وصله، ده حاجة صعبة. وزي ما حضرتك كنت بتقول، هو طبعا الحمل كبير، لأن المؤسسين بتوع المركز المصري لأطفال الأنابيب
ناس اخويا جدا في المجال ده، من اقوى الناس اللي موجودين في العالم زي ما حضرتك قلت. الحمل بعدهم كبير جدا، لازم نفضل على قد المستوى ده. فاحنا اللي بنعمله ان احنا نحاول دايما ان احنا نطور من المركز ونطور من المعمل، ونقدر دايما نبقى على الاثيكال باك جراوند اللي هم حطوه لنا دايما، لان احنا بنهتم قوي يعني طبعا بنهتم بالشغل وبالنجاحات، بس كمان بنهتم بالناحيه الاخلاقيه جدا، ان احنا ما نعملش حاجه او ما نقولش للناس حاجه مش حقيقيه، دايما نقول لهم المعلومه مظبوطه زي ما هم الحقيقه، هم اللي عودونا يعني من اول ما اشتغلنا. انا بقالي 20 سنه تقريبا بشتغل في المركز، ففي ال 20 سنه دول شفتهم الثلاثه بيشتغلوا جدا، وشفتهم وهم بيقولوا للناس المعلومه مظبوطة وصحيحة، علشان ويوصلوا لهم العلم قد إيه هو حاجة معقدة، والناس بسطة فبيوصلها لهم بالطريقة اللي هم شايفينها. يعني نورتوا شرفتوا أسعدتونا في هذا الحوار الرائع جدا القيم جدا. أنا شخصيا يعني شرف لي أنه يكون في السي في أن أنا أجريت حوار معاكم. أجريت حوار ريليتد للمركز المصري بقممه وبخبته العلمية الكبيرة جدا. أعتقد أنه في مصر في قصور شديد في تولية الضوء وتسليطه على بؤر النجاح اللي احنا بنحاول احنا نسلط الضوء عليها، لأنه مصر فيها قصص نجاح كبيرة جدا وعظيمة بيقدرها ربما خارج مصر أكثر مما يقدرها أو تقدرها أو يقدرها داخل مصر. فأنا بشكركم شكرا جزيلا على هذه الزيارة الرائعة، وطبعا سلامي وتحياتي لأساتذتي وأساتذة الكل، أستاذ الدكتور محمد أبو غار وأستاذ الدكتور كمال أبو السرور، طبعا يعني قمم علمية كبيرة جدا، طبعا أستاذ الدكتور رجاء منصور، كل الناس اللي قدمت للعلم الطبي شيء، ستظل هذا الشيء قيمة مهمة جدا تمثل في كل طفل خرج للحياة بإيد ربنا سبحانه وتعالى وبإرادته وبعلم عقاليهم. لكل أم وأب عاشوا حياة سعيدة وهم أم وأب الأطفال، لكل أسرة أنقذت من حالات مرضية كانت ممكن أن تهدد سعادتها وتجعل حياتها كلها فيها الكثير جدا من المواقف السيئة، كل هذا العلم له قيم وقصص أكبر بكثير من أنها تذكر في لقاء. نورتوا شرفتوا ضيفي العزيزين القمم العلمية الكبيرة، الأستاذ الدكتورة منى بلغار أستاذ أمراض النساء والتوليد كلية الطب جامعة القاهرة، استشاري العقم وتأخر الإنجاب أطفال الأنابيب بالمركز المصري، دكتورة أمراض النساء والتوليد واستشاري الموجات الصوتية في أمراض النساء والتوليد، وعضو الجمعيات الأوروبية والأمريكية والدولية والمصرية. نورتي وشرفتي يا فندم. ضيفتي العزيزة الأستاذ الدكتورة منة الله جمال أبو السرور مديرة المعامل الأجنة في المركز المصري لأطفال الأنابيب وصاحبة الدراسات العليا في علم الأجنة من جامعة إكسفورد والحاصلة على بكالوريوس العلوم قسم أحياء الجامعة من الجامعة الأمريكية وعضو في الجمعية المصرية والأوروبية للخصوبة وتكاثر وتأخر إنجاب. نورت يا فندم شرفتينا. ميرسي يا فندم. خليكوا دايما مع الناس الحلوة.